يعني معنويات. يعني هسه الطباخ من يشوفونه يطبخ او الحلاق او غيره يقول لك هذا اخونا ساعدنا، مو اي هاي مساعده، يعني واحد يساعد الله. فجاب العدمات الحلاق اخينا ابو احمد جزاه الله خير، وانا شويه عندي خبره بالحلاقه يعني، وهم حطيت لي كرسي وساعد وياب حتى نحسس الشباب ونوصل رساله للشباب. كل شيء موجود بالقضاء، كل شيء موجود بالاعتصامات. من شفت حلاقين وشفت الولد هنا أنا جيت احلق، يعني ارتب شويه نفسي، يعني هاي هم تعطيك شويه راحه نفسيه يعني على الترتيب، واحنا مستمرين ان شاء الله حتى تحقيق المطالب ما ننسحب.